الكسور المتساوية، بمعنى متى يكون الكسران متساويا، أو متى يمكن القول بأن هناك كسران متساوي. لنأخذ مثلا الدائرة هذه ونقسمها إلى النصف. أنت تعلم أن الدائرة، وبالتالي فإننا يمكن أن نعبر عن هذا الكسر بالشكل التالي، فقط نحاول أن نأخذ القلم. لاحظ أن الدائرة التي قسمت إلى قسمين، بالتالي فإننا يمكن أن نعبر عنها بالكسر التالي على 2، المقام 2 لأنها قسمت إلى 2. إذا ماذا لدينا؟ لدينا جزء من 2 اللي هو نصف. لو قسمنا الدائرة هذه إلى 4 أجزاء، بالتالي يصبح الكسر المعبر عن هذه هي 4 أجزاء اللي هي في المقام، ثم لدينا كم من جزء هنا؟ جزء 2. إذا لدينا 2 على 4. لاحظ أن الدائرة هذه قسمت إلى نصفين، والدائرة هذه قسمت إلى نصفين، لكن النصف الثاني قسم إلى نصفين، لكن تبقى دائما نفس الكمية هي. بالتالي فإننا يمكن أن نكتب أن هذا الجزء يساوي هذا الجزء، طالما أن لا اختلاف هناك، فإن الكمية هذه هي نفسها هذه الكمية، هي نفسها هذه الكمية بغض النظر عن إلى كم جزء قسمت كل كمية. مثلا لو قسمنا النصف الآخر إلى 4، أو إذا قسمنا الدائرة حتى تصبح تشبه علبة الجبن إلى 8 أجزاء، قسمناها إلى 8 أجزاء، بالتالي فالكسر المعبر عن هذا، الكسر الذي سيعبر عن هذا، سيكون مقامه 8، سيكون مقامه 8 هكذا. ونعبر عن الأجزاء الملونة، كم لديكم جزء ملون؟ 1 2 3 4 4 أجزاء ملونة، وهو مساوي للكسور السابقة. لماذا؟ لأن الجزء لم يختلف دائما، لأن هذه الدوائر كلها متساوية، هذه الدوائر متساوية، تعرف أن الأجزاء متساوية. إذا هذه كلها تعبر عن نفس الكسر، نصف سواء نصف أو 2 على 4 أو 4 على 8، جميعها تعبر عن نفس القيمة وتعبر عن نفس الكسر. ونستطيع القول بأن الكسر نصف 1 على 2 يساوي الكسر 2 على 4 ويساوي الكسر 4 على 8، ويمكن تأكيد الكتابة بالشكل التالي. متى تكون كسور متساوية؟ تكون كسور متساوية عندما تمثل نفس القيمة ولكن ببسوط مختلفة، مثل ما شفنا هنا ومقام مختلف. جد كسران مساويان للكسر 10 على 12، لديك الكسر التالي، نريد أن نبحث له عن كسر. مثلا لو مثلنا الكسر هذا بمستطيل، طبعا المستطيل هذا سيكون مقسم إلى كم جزء؟ سيكون مقسم إلى 12 جزء، لأن المقام 12. لنرسم المستطيل، لاحظ أن المستطيل هذا فيه 12 جزء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. والأجزاء الملونة اللي هي تمثل البسط، الأجزاء الملونة التي تمثل البسط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالتالي فإنه لدينا كسر، وهو 10 أجزاء ملونة على 12 جزء الكلي، هذا هو الكسر. نحن نريد أن نمثل هذا. لاحظ أننا لو رسمنا مستطيلا آخر مساوي للمستطيل هذا وقسمناه إلى أجزاء مختلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، فإن الكسر الحاصل سيكون مقامه 18. ثم نكتب الأجزاء الملونة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، إذن البسط هو 15. هذه تعبر عن نفس الكمية، لأن الجزء الملون في المستطيل هذا هو نفسه الجزء الملون المستطيل هذا، فقط قسمنا الأجزاء إلى أجزاء أصغر، بالتالي فإنه يعبر عن نفس الكسر.
لاحظ أنه مساوي. لو قسمنا المستطيل إلى أجزاء أخرى مختلفة، لاحظ المستطيل هو هو، يعني المساحة هي هي، وقسمنا الأجزاء 1 2 3 4 5 6، إذا يكون لديك في المقام كم؟ أحسنت، 6، والبسط 1 2 3 4 5 5. هذا كسر أيضا معبر على نفس القيمة، لأنك لاحظت أن المستطيل هو هو لم يختلف، بالتالي فإننا أوجدنا الكسور المتساوية. بنفس الطريقة جد كسران مساويان للكسر هذا، لدينا كسر مقامه العدد 4 العدد 6 وبسطه العدد 4. بنفس الطريقة مثلا لو مثلنا هذا الكسر بالشكل المستطيل التالي سنحصل على ما يلي: مستطيل مقسم إلى جدة 6 أجزاء اللي هو المقام، ثم لونا 4 أجزاء من هذه الأجزاء اللي هو البسط. لو نأخذ نفس المستطيل هذا ونقسمه لأجزاء مختلفة عن الأجزاء الأولى، يصبح لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، إذا يصبح لديك كسر مقامهم 12، والبسط ما هو؟ هي الأجزاء الملونة هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 على 12، وهو كسر مساوي للكسر الأول لأن الكمية هي هي، فقط اختلف التقسيم. ثم لو رسمنا مستطيل آخر لنجد كسرا آخر مساوي للكسرين، قسمناه إلى 3، مع ذلك أن المقام هو 3، بالتالي 1 2 اللي هو البسط الأجزاء الملونة، ووجدنا كسرا آخر. نؤكد المعلومة بالكتابة التالية. السؤال يقول: ضع العدد المناسب مكان الفراغ. الآن سنتعلم الطريقة كيفية إيجاد كسر مساوي لكسر. مثلا لاحظ الكسر الأول هنا 3 على 5، مقامه 5 وبسطه 3، مساوي للكسر التالي الذي يكون مقامه 20 وبسطه هو المطلوب أن نبحث عنه الآن، هو المطلوب. لاحظ عندما انتقلنا من المقام، نعرف أن المقام هذا، انتقلنا من المقام هذا، ضربنا العدد 5 في أي عدد؟ فكر معي قليلا، ما هو العدد الذي إذا ضربته في 5 كان الحاصل 20؟ نعم أحسنت، هو 4. وكيفما ضربت المقام في 4 يجب أن أضرب البسط في 4. علاش؟ أنني كأنني ضربت العدد في 1، لأن 4 على 4 هو 1، ونحن نعلم أن أي عدد في 1 لا يغير نتيجة، العدد 1 محايد لا يغير، بالتالي تصبح 3 في 4 كم؟ العدد 12. إذن هذه طريقة من الطرق اللي ممكن إيجاد بها الكسر المساوي للكسر، هو أن نضرب البسط والمقام في نفس العدد، بالتالي هنا نأكد لك النتيجة، ضربناهم في 4. في المقام نلاحظ أن العدد 5 ضربت العدد 4، اضرب البسط العدد نفس العدد، وأوضح لك بالأشكال، هنا الكسران متساويان بالأشكال، بالتالي تلاحظ أنهم يمثلان لنفس الكمية. لو نأخذ مثلا الكسر التالي 7 على، عفوا خلينا نغير لون الطبشور حتى يكون أوضح بالنسبة ليك. غير لون الطبشور إلى الأبيض ونكتب في مكان ثاني 7 على 5، هذا يساوي دعنا نأخذ المثال التالي 30. ماذا ينبغي أن نضع هنا؟ ما هو العدد المناسب لنا حتى يكون الكسراني متساويا؟ ببساطة لاحظ أن لديك 7 على 5، ينبغي أن نضرب الكسر هذا في عدد معين بحيث نحصل على 30 في المقام. 5 ضرب في أي عدد حتى تحصل على 30؟ أحسنت، ضربناه في العدد 6. طالما أن ضربنا المقام في عدد 6 يجب أن نضرب البسط أيضا في عدد 6، فكأننا ما ضربنا في عدد 1، لأن 6 على 6 يساوي
لاحظ معينا أن 7 على 5 لما يضرب في 1 فالنتيجة لا تتغير، يعني ما غيرناش نتيجة ولكن فقط نريد الحصول على قصر جديد، فيصبح 6 في 7 42. وجدنا العدد بالتالي هذا، والكسر 42 على 30 مساوي للكسر 7 على 5، حصلنا عليه بطريقة ضرب البسط والمقام في نفس العدد لكي نحصل على النتيجة. الكسور المتساوية، كيف يمكن أن نبسط كسر معين؟ لديك الكسر 12 على 6 وأنت تريد أن تبسط هذا الكسر، يعني تكتبه على على شكل كسر لا يقبل الاختزال. لاحظ أنه عند التحليل هنا، أعتقد أني من واجبي أن أوضح لك الآن كيف استعملت هذه النتيجة، نوضحها لك، معليش نوضحها، اصبر معي شوي نغير فقط لون القلم حتى تشوفه. لاحظ أننا كتبنا العدد 12 هنا على شكل 2 في 2 في 3، وهذا هو اللي تعلمناه من قبل، هو التحليل إلى جداء عوامل أولية. نقسم على 2 عدد أولي، على 6، على 2، على 3، على 3، هذا التحليل اللي كتبناه. ونفس الشيء حللنا 16 إلى جداء عوامل أولية، وطالما أنه هنا عندنا إشارة ضرب على جميع الأعداد فيمكن ممارسة التبسيط، يعني نختزل 2 مع 2، هنا 2 مع 2 و3 عفوا، هنا 2 تروح مع 2، 3 تبقى ما هي، عندنا 2 مختزل و2 مختزل وهنا 3، بالتالي فالكسر الحاصل هو 3 على 4، وأبسط صورة للكسر 12، يعني ما نقدرش نزيد نبسطه أكثر من ذلك، هذه صورة أكثر من يعني بسط. وهذه العملية نسميها بعملية اختزال الكسر، لما يقول لك اختزل الكسر معناه اكتب كسر على أبسط صورة ممكنة. لنأخذ المثال التالي، مثلا لديك العدد 100، لنقول 100، غير الطبشور مرة أخرى، عملية تغيير الطبشور هذه شوية تقتضي منا بعض الوقت، نغير الطبشور، لدينا 100 على العدد لنقول مثلا العدد نقول مثلا 60، يعني نأخذ العدد هذا، نريد أن نكتب هذا الكسر على أبسط كسر ممكن، يعني نجري عملية الاختزال مثل ما شفنا، نحلل العددين إلى جداء عوامل، لكن ممكن نسرع العملية، تلاحظ أن كل من البسط والمقام يقبل القسمة على 10، بالتالي فيصبح 10 على 6، هذا كسر آخر مساوي للكسر هذا، لكن ما زالت عملية التبسيط مستمرة، نحلل 10 إلى 2 في 5، أنت تعرف أن هذا التحليل يتعمل، ونحلل 3 إلى 2، 6 عفوا إلى 2 في 3. لاحظ طالما أن كل إشارات الضرب هنا ممكن الاختزال، 2 يروح مع 2 ويصبح الناتج كم؟ 5 على 3. إذا لديك أبسط صورة ممكنة للكسر 100 على 60، وبهذه العملية نقول أننا قمنا بعملية الاختزال، وهكذا نكون أكدنا مفهوم تساوي كسرين وكيف يمكن تبسيط كسر إلى كسر في أبسط صورة ممكنة واللي سميناها عملية الاختزال. أتمنى أن يكون الدرس قد ثبت لك في ذهنك، وأننا وفقنا إلى إيصال المعلومة إليك، وإلى لقاء آخر في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.